السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الطلاب المميزين، الطلاب الأذكياء، الطلاب الشطار، إن شاء الله رب العالمين معدلات ورافعين رؤوسنا ورسائلكم بالسعيات المميزة والإعفاءات. إن شاء الله يا الله نشوفكم بالإعفاءات، واللي مو عفاء إن شاء الله أقلها معدل عالي إن شاء الله على مود بس يمتحن شفهي وشوية راجع المعلومات بالامتحان. طبعا نصيحة للطلاب اللي سعياتهم حيل زينة بالإنجليزي وما حلفوا الحظ إنه ينعفي، انت عندك مثلا 85 محتاج لك 15 حتى تنجح. فيقول طالب، يقول استاذ انا امتحن شفهي وما امتحن نهايه السنه، ليش حتى امتحن نهايه السنه؟ انا نجحت بعد، القادم افضل للخامس وللسادس. لا، النصيحه اللي انت تسويها المفروض شو تسوي؟ لا تقرا، واقرا شيء قليل، هذا طبعا بعد ما تمتحن شفهي ان شاء الله تقرا لك شيء قليل او تقرا مراجعه، يعني ما تضيع وقتك بيها، تخصص وقت الانجليزي الغير ماده. تروح ليلة الامتحان على الامتحان نفسه تجيك الأسئلة، تطلع عليها على المعلومات، انه انت تراجع القواعد، القطع الخارجية تاخذ طريقتها شلون تحلها، الانشاءات تعبر من عندك، بحيث شنو؟ انه انت تختبر معلوماتك اللي انت حصلتها خلال هذا السنة. يسأل طالب يقول استاذ ممكن المناهج تتغير بالسنة الجاية وهذه المعلومات كلها ما راح تفيدني؟ لا، كلها تفيدك، لان الانجليزي نفس الانجليزي، يعني اذا غيروا مثلا شيء يصير هندي اكيد يظل انجليزي، يعني المستقبل البسيط اللي اليوم راح ناخذه اذا غيروا الماده وضافوا ماده المستقبل البسيط بس السنه الجايه نفس القاعده ونفس الاستخدام ونفس النفي ونفس السؤال، ماكو شيء تغير. كل اللي يقدر يغيرونه انه ممكن يقدمون بالمنهج، يحذفون شغله، يضيفون شغله، اما هذه الاشياء اللي تجيك انت هذه ثوابت بالحياه. يعني هسه شغلتي يعني انه انت بالضبط لازم تركز على الماده مالتك، لان نفسها بالخامس ونفسها بالسادس، ثاني شيء نفسها تستخدمها بحياتك اليوميه. موضوعنا اليوم هو فيوتشر سمبل، المستقبل البسيط للصف الرابع الاعدادي بالوحده الخامسه. طبعا كلمه المستقبل يعني الشغله راح تصير، دائما من تسولف بيناتنا نقول ما ندري ايش راح يصير بالمستقبل، شغله بعدها مو صايره راح تصير بالمستقبل. هذا القاعده معروفه انه انت على الشغله معينه، الاجانب ايضا عندهم مستقبل وايضا يسولفون عن شغله راح تصير، الانجليز هذه قواعدهم ايضا نفس حياتنا اليوميه. شغله المستقبل البسيط انه انت تستخدمها شنو؟ لعمل شيء ما، شغله تريد تسويها، يعني مثلا انا ان شاء الله راح اطلع معدل عالي بالسادس، او هذا الامتحان راح انجح به، زين؟ او مثلا تقول له راح اجيب لك هديه جديده، هذه كلها اشياء راح تسويها بالمستقبل، او تريد تنطي وعد العمل شيء ما. واخذنا موضوع الوعد، الطلاب اذا تتذكرون فاعل زائد ول زائد مصدر زائد تكمله، هذا موضوع الوعد اللي اخذناه ايضا بالوحده الخامسه قبل هذا الموضوع. موضوع الوعد نفسه قاعده زمن المستقبل البسيط تستخدم للتعبير عن الوعد، يعني المستقبل يستخدم للتعبير عن الوعد والشغله راح تسويها او مخطط انه تسويها بالمستقبل. زين، القاعده مالته بشكل عام فاعل ول فعل مصدر تكمله، يعني الفعل شلون ما يجي، كيف ما يجيك الفعل تسويه فعل مصدر. النفي ماله طبعا عندنا فعل مساعد، القاعدة العامة بالانجليزي شو تقول؟ تقول ما ممكن انفي او اسوي سؤال اذا ما عندي فعل مساعد، واحنا قاعدة المستقبل موجود الفعل المساعد موجود، اذا بسهولة النفي وبسهولة صنع السؤال. السؤال تقديم الفعل المساعد على الفاعل، وضع علامة الاستفهام لهذه الجملة، والنفي وضع نوت للفعل المساعد، يعني فاعل زائد ول زائد نوت زائد فعل زائد تكملة. زين، هذه want أصلها will not، لكن المختصر ماله want. زين، السؤال will زائد فاعل زائد فعل مصدر زائد تكملة ثم question mark علامة السؤال. إذا أردت أشوف الجملة وما عرفت شنو هي مستقبل لولا، اكو كلمات مثلا next القادم، soon قريبا، تاريخ في المستقبل مثلا باكر الصبح، اذا احنا الصبح نقول العصر، اذا العصر نقول بالليل، يعني تاريخ عندنا زمن بالمستقبل بعده مو صاير. he will win the match، هو سيربح المباراه، بعد المباراه مبادئ ولا صاير لكن هو راح يربحها. زين، you will buy a new phone for my birthday، سوف تشتري جهاز او موبايل جديد لعيد ميلادي، بعد مو صاير عيد الميلاد لكن بليله عيد الميلاد راح تجيب لي موبايل جديد. هذا انا جولتي، لاحظ انه كلمات راح تصير،
كل الأسئلة مالت الأزمنة معروفة. أما يقول لك كوريكت ينطيك فعل بين قوسين ويقول لك كوريكت ذا بير. الفعل شلون ما ينطيك إياه؟ هذا الفعل اللي هو بعد ول لازم تسوي بالمصدر. مرات يحذف ول وينطيك الفعل يقول لك صلح لي إياه، أنت جيب له ول. أو يقول لك نيجيت يعني انفي اللي هي نفسها نيجاتيف. أو يقول لك ميك أ كويشن، اصنع سؤال. ميك أ كويشن، اصنع سؤال. زين هنا إذا قال لي انفيها هي ويل نوت، أو تكتب وونت نفس الشيء وتكمل الجملة ما تغير كل شيء. قال اصنع سؤال ويل هي وكمل الجملة كويشن مارك، ما غير كل شيء. نفي أضيف نوت سؤال، أقدم الفعل ومساعد على الفعل. نفس الشيء هاي الجملة will you وكمل الجملة question mark هذا سؤال، رادها نفي you will not وكمل الجملة نقطة انتهت. ما بي كل شيء، المستقبل بسيط، موضوع سهل، وموضوع ما بي كل شيء، كله عليك تتبع قاعدة واحدة وبس. هذا كل ما يتعلق بموضوع المستقبل البسيط للصف الرابع الإعدادي بالوحدة الخامسة. أشوفكم في فيديو ثاني إن شاء الله في مالنا.